أكيد نشكر زميلتنا رشا على هذا التقرير، ومن هذا التقرير إلى فقرة لجمالك، جمال أو تجميل ما حول العينين، تلك المنطقة التي تسبب بعض الأحيان مشاكل كثيرة للسيدة، قد تكون مكتسبة وقد تكون وراثية أيضا. حول هذا الموضوع وحول كيف أنه إحنا نقدر نحل المشكلة هذه حتى وإن كانت بشكل مؤقت، أو من الممكن إذا قدرنا أنه إحنا نتجنب الوقوع في تلك المشكلات، أسئلة كثيرة اليوم أكيد مجهزينها لضيفتنا في الاستوديو الدكتورة نسرين حسون. هلا وسهلا فيك دكتورة نسرين، نورتينا. الله يسلمك. يا هلا ومرحبا دكتورة نسرين. دائما المرأة طبعا تبحث في عالم الجمال تحديدا على حل مشاكلها، وتحديدا انه تتمثل او تشكل منطقة العين منطقة محورية في الوجه، وكثير من المشاكل اللي ممكن تصيب حول العينين، حدثينا عن هذه المشاكل لو تكرمتي. العين مثل ما قلتي وتفضلتي، حول العين منطقة كثير حساسة، منطقة أول شيء محورية، لأنه فعلا أكثر نظر الإنسان وقت اللي يتحدث مع الآخرين بيكون على العين. صحيح. والعين منطقة حساسة لأنه الجلد اللي حواليها كثير رقيق، فبتعكس أي إرهاق، أي تعب، أي مرض، أي عمر، العمر بتعكسه بشكل مبكر، فأغلب الناس بيركزوا على أشياء أخرى بعنايتهم بالبشرة مثلا، بالجلد، حتى بالشغلات التجميلية مثل التعبئة أو هالأشياء على المناطق غير العين. يعني ما بينتبهوا انه اكثر منطقه فعلا بتعطيها الارهاق او بتحس بتركيز حوالين الوجه، بس تاكين الوجه العين. مثلا الشفاه كله مهم، بس انه لا، العين اهم شيء، لانه مثل ما عم نقول كثير كثير بتعطي ارهاق، بتعطي عمر، وبتتاثر باي شيء بالجسم. الجلد حول العين جلد كثير رقيق، اذا المنطقه اصلا نسيجها شحمي خفيف، بتختلف بين ناس وناس، كل ما كان بنسميها العين المبطنه بالعاميه، اللي بتكون عندهم العين أيوة. الجفن شوي سميك من فوق وشوي سميك من تحت، بيكون النسيج الدهني أكثر شوي من غيرهم فبتكون مبينة ألطف، بس كل ما كان رقيق النسيج الشحمي عفوا بيكون شفافية هاي المنطقة للأوعية الدموية اللي تحتها، للإرهاق، أي مشكلة بتصير باحتقانات الأنف، بمثلا فقر الدم، بتعب عملية عفوا بلش تقصر أيوة تغيرات الجو طبعا بالتأكيد فبتنعكس عليها، لأنه بتأثر على التروية الدموية لهالمنطقة، بتعمل احتقانات بهي المنطقة، بتصير كل احتقانات الأوعية وتعبها وإرهاقها ببين بشكل شفاف كتير تحت العين أكثر. اللي عندهم هالشفافية بصير إسا ببين مشاكل عندهم أكثر. فمشاكل الجسم الكتيرة لازم الاعتناء فيها كمان وقت اللي بدنا نفكر أنه نعتني بحول العين الصحية، يعني واحد يعمل تشيك أب، بده يعمل قبل ما أعالج المشكلات اللي حول العين بالأساس إذا كانت موجودة. طبيعي جدا. كل شيء مثل ما قلنا فقر الدم مثلا، بتلاقي شحوب حول العين، وبتلاقي حتى الهالات صارت حمراء، ممكن تصير بعد شوي زرقاء. صح. اذا صار في رشح او التهاب انف تحسسي، التهابات الجيوب واحتقانات هي المنطقه كلياتها اللي المجاري التنفسيه العليا، بتلاقي فورا على الاوعيه الدمويه اللي حول العين فورا كمان. صح. نفس الشيء احتقنت الناس المدخنين، اي سبب بسبب نقص اكسجين بالجسم بشكل عام كمان رح يسبب هذا الشيء حول العين، فحول العين بيظهر اكثر من اي محل ثاني. صحيح. مثل ما قلنا جلد رقيق، هذا غير اشياء اخرى كثيره، يعني مثلا كالانتفاخ، يعني في كثير من الناس ايضا تعاني من الانتفاخ، يعني تحديدا عند تقدم السن انتفاخ تحت العينين. صح. يعني انا الاقي التجاعيد مثلا او الخطوط الدقيقه اللي تحت العين اهون مثلا، ومن منظر الانتفاخ طبيعي اكثر كمان. صحيح. في شيء مهم مثل ما قلنا، هي النسيج الدهني اللي تحت العين اللي عم تحكي حضرتك عنه موجود اصلا، وشغلة بالأعمار المبكرة بتساهم بتحليق، بيكون حلو محل حول العين لأنه بيكون لونه حلو، النسيج الدهني بيعطي لون حلو للجلد أصلا، صحية أكثر. فتماما. صح. مع العمر شو بيصير؟ بيصير الجلد يترهل وينزل بالوجه، وبصير النسيج الدهني يخف، وبتصير تنفصل الجيب الدهني اللي تحت العين عن الأنسجة اللي تحته، لهيك بتشوف الجيب بين كأنه منتفخ وتحته مفصول مثل التجويرة الصغيرة، وبعدين بيجي الخد، فبصير ظهوره بيزيد مع العمر. هذا بصير بيحتاج لعمل جراحي طبعا. أحيانا الناس اللي بترفض نهائيا العمل الجراحي وهو الخيار الأفضل الأول، نلجأ للتعبئة مثلا، نحط حول العين
حول هذا الجيب شوية، بس برضه حتكون مجدية لفترة مؤقتة، وبرضه إلا بيكون مؤقت ما نوصل للجرح، ما نو مثالي بس بيخبي جزء كبير من هذا الجيب الدهني لما بيكونوا كتير متخوفين من عمل الجراحي ورافضينه نهائيا. فبيكون في هذا الحل. جميل. والعمليات بسيطة طبعا صارت كتير بهذا الموضوع. صحيح، تقدم الطب وخاصة في الناحية الجمالية اللي بتخص التجميل الوجه والأمور الجمالية هذه. طيب دكتورة نسرين، يعني إحدى المشكلات اللي بتؤرق الكثير الكثير بدون ذكر سن معين الهالات السوداء، حتى أحيانا بيكونوا بنات في مرحلة المراهقة وبيعانوا من هذه المشكلة. إذا رح نحصر أسبابها، أسباب الهالات السوداء، فإيش بتنحصر تحديدا؟ هلأ هو مركب، دائما نحكي هذا الشيء بالعيادات حتى حول العين، الهالات السوداء مركب لمجموعة أسباب. أولا لنقولهم بالترتيب أنه يكون النسيج الدهني ناقص حول العين، مثل ما حكينا من شوي مرات بيكون وراثي، بنشوفه بأعمار صغيرة كتير في تجويرة صغيرة حول العين. هالتجويرة هاي بتصير تعطي ظل، أي إضاءة شو ما كانت حتى لو بالنهار، أي التفات لها الشخص رح يبلش هالمنطقة بسبب الجورة الخفيفة، الانخفاض الخفيف أنه يعطي ظل، فبيبين أغمق من الطبيعي، بيعكس غامق. مع العمر بتصير بتزيد، حتى عند الناس اللي ما عندهم إياها بالأصل كمان بتصير تظهر مع العمر. أول شيء هي سبب، هي سبب واحد. الثاني ممكن يكون الجلد بحد ذاته فيه تصبغات عند بعض الناس، وغالبا هاي دول الاشخاص بيكون وراثي هذا الموضوع. بيزيد مع الارهاق، مع التدخين، قله النوم، الاكل المانو صحي، الستريس، خصوصا قله النوم كثير كثير بتاذي الناس اللي بيشربوا بشكل متواصل، هدول كثير بتلاقي الهالات السوداء عندهم اكبر. كمان لها طرق ثانيه بالعلاج. ومثل ما قلنا احتقانات الاوعيه والاسباب الوعائيه، نقص التغذيه للجلد حول هذه المنطقه كمان بصير بسبب احتقان، بسبب شحوب، ضعف بالخلايا. والسبب الثالث هو التجاعيد حول العين، كمان التجاعيد بتخلي الجلد كامد منكمش وبتغمق تماما، بكثف الجلد، لانه اي تجاعيد باي منطقه انت شوفي المفاصل رح تلاقي جلدها وقت مفتوحه، صح، بسبب تجمع الجلد بصير بيعطي احساس بلون اغمق. فالتجاعيد كمان بهالمنطقه بصير تكمش الجلد، ما عاد يعكس ضوء بطريقه منيحه. يعني عندك صفحه مشدوده اي كانت، ورقه او سطح املس مشدود، بيعكس الضوء بشكل افضل واحلى. لما بتجعديه وبتكمشيه بتصير بتلاقي اكمد، عرفت؟ صحيح. هي كلها شغلة إضاءة. هدول أهم الأسباب بهاي المنطقة. تفضلي حضرتك. يعني هنالك العديد من المنتجات اللي فعلا اللي تستخدم للتقشير مثلا لإزالة الخطوط الدقيقة أو الهالات السوداء، يعني هل مثلا هي فعالة مثل هذه المنتجات؟ بتساعد فعلا على نمو الجلد وتحفيز خلايا الجلد؟ بتساعد أكيد. بس لما الحدا، بس انا اعرف المنطقه اللي تحت العين حساسه جداً. يعني مثل ما تفضلتي قلتي مره رقيقه، يعني هل استخدام تقشير ممكن انه يؤذيها؟ ممكن يساعد، لا، التقشير المخصص لمنطقه حول العين ما رح يؤذيها، بيكون بتراكيز كثير خفيفه، بمواد مضاده للتجاعيد، مجدده للجلد، منشطه للتجدد الخلوي، وبتكون مدروسه لتركيز كثير خفيف. ما بيصير كريمات الوجه تنحط حول العين، حكما رح تعمل مشكله، عرفتي كيف؟ رح تعمل تهيج، رح تزيد غمقان الجلد، لأنه رح تعمل ما يشبه الحرق السطحي. طبعا ما أنا شغلة مؤذية الكريمات دائما بالبيت، ما رح تعمل مشكلة غير قابلة للحل، بس لازم الالتزام بالكريمات الخاصة بمنطقة حول العين. بس كمان في شغلة، الكريمات حول العين ما بتحل المشكلة لحالها، ما الواحد يعتمد على شغلة. ليش قلت أنا مركب؟ لأنه بتلاقي أغلب الناس عندهم شغلتين ثلاثة مرات الأربعة أسباب اللي أنا حكيتها، فما بيجي مثلا كريم ممكن يحلها أو ليزر أو بوتوكس أو فيلر، ممكن نحتاج كل سبب يتعالج بس في ناس مشكلتهم بسيطة بتكون، يعني مزبوط، خطوط دقيقة جدا، يعني ما يحتاج مثلا أنه تجري جراحة لهذه المنطقة أو تسوي فيلر مثلا. لا ما ضروري، مثل ما قلتيك الوقاية المبكرة خير من العلاج. فالعناية المبكرة حسب، في لحسن الحظ انه تطورت حتى الكريمات والأدوية والمعالجات، ففي كل عمر له كريمات مناسبة لهذا العمر، مو صعب ابدا. ممكن استشارة مثل ما قلنا من قبل، استشارة مبكرة مع طبيب بيوثق فيه الشخص، انه يعطيه بهالعمر المبكر مثلا، يعطيه نظام
إذا إجت بعمر مبكر حاسة إنه العائلة مثلاً عندهم هاي القابلية، حكماً هي رح تطور تجاعيد وراثية إذا عندها قابلية وراثية، بس الاعتناء رح يخلي وضع أحسن من إذا تركت الوضع زي ما هو. تماماً، بده يكون أحسن مع العمر، بده يخفض حاجته للأشياء التجميلية بعدين، وتكون النتائج معها أفضل. الإهمال لفترة طويلة بنصير عم نشتغل نحن بأشياء تجميلية وما عم يعطي معنا النتيجة المضبوط اللي بدنا إياها. بيرتخي الجلد لمرحلة أنه فعلاً بصير بيحتاج لجراحة لشد خفيف. ممكن نلجأ بهالأشياء للليزر القوي مثل فراكشنال ليزر أو الفراكس الليزر، طبعاً بعيارات خاصة لحتى نشد هاي المنطقة، أو التقشيرات الكيميائية القوية كمان بدها تكون حساسة، الموضوع بده خبرة، فممكن يساعد بالشد ويحسن لنا اياه وفعلا نلاقي تطور. وممكن يوصل لمرحله بسبب الاهمال الطويل والوراثه وسوء التغذيه والى اخره ما عاد يعطي نتيجه كثير هيك دقيقه ومضبوطه، فتحتاج للجراحه. جميل. طيب دكتوره نسرين، يعني الوقايه خير من العلاج، ذكرتي نقطه مهمه جدا، هل اقدر انه انا اتبع هذه النظريه او هذه المعلومه في الهالات السوداء، انه انا اعمل عمليه وقايه بحيث انه انا ما اقع في مشكله الهالات السوداء حتى وان كانت في البدايه، بحيث انه انا اعمل عليها سيطره انه هي ما تزيد او تقلب على الزراق زي ما بنشوف في بعض الاشخاص؟ طبعا اكيد. الوراثه مثل ما قلت لك بدها تاخذ، ما في مقاومه لها، بس حكما العنايه بدها تحسن للوضع، بدها تصير بعد 5 سنين احسن من لو اني ماني عم بهتم بهالمنطقه. طبعا الانسان بياكل صحي، بينام منيح، بيبتعد عن التدخين، الاسترس بجوز يكون شغله مفروضه احيانا. بيكون الجلد عندهم احسن حكما مثل باقي اجهزه الجسم، مثل كل جسمهم. كمان مثل ما قلنا انه ناخذ كريمات، انه نعمل الشغلات البسيطه، احيانا اجراءات بسيطه مثل الليزر فرضا او تقشير كيميائي، ما بتعتبر اجراء تجميلي كبير. صحيح. تعتبر فعلا كانه عنايه بالبشره، مثل الاشياء اللطيفه الصغيره. ما انا مخيفه، صارت متداوله، صار فيها خبره كبيره، فبتحسن كثير كثير كثير. جميل. يعني دكتوره طلعت هناك الرول، يمكن انت سمعتيها، الرول اللي بيستخدموه مثلا للوجه لتعزيز فعلا جمال الوجه وتعزيز الكولاجين في البشره، هل مثلا فعلا يعني سمعت انه بيستخدموا رول صغير او روله صغيره ويسموها روله هي؟ ايوه، انه تحت العين مثلا، هل ممكن علاج الهالات السوداء والخطوط الدقيقه من خلالها؟ يعني ما رح تعالج شيء صار بشكل كبير، لا، بس كاجراء وقائي ممكن. وقائي لقدام، رح نفس المبدا، لو انه عمره صغير، لو كانت صارت التجاعيد بتحفز الكولاجين اكيد، بس ما رح تحل المشكلة، صارت خلاص تجاعيد واضحة، وخصوصا والتجاعيد التعبيرية اللي بتخص العضلات وحركة العضلات حول العين، صعب علاجها بالكريمات أو حتى بالتقشير الكيميائي. بتوصل لمرحلة خلاص بدها عملية بوتوكس جراحية. أو لا، وغالبا إذا تجاعيد تعبيرية لا، بيكون بدها بوتوكس، ما في مجال. الجراحة بتشد الارتخاء، يعني في ناس الجلد بصير رخو، فبتصير كتير كتير حتى البوتوكس ما عاد يشد المنطقه مزبوط، يكون الجلد كثير رخو وتجاعيده. ما بتأيدي الجراحه؟ نعم. مثلا تحت العينين بتأيديها؟ لا، اذا في حاجه طبعا. لا، اذا في حاجه اكيد، بس نادرا ما تلاقي حالات بحاجه لجراحه للمنطقه تحت العين، بس لشد الجفن بدون ما يكون في جيب دهني، هي حالات نادره جدا. طب حدثينا عن هذه الحالات النادره. هي حالات وراثيه، الجلد بتلاقي رقيق، حتى ممكن تلاقي حواليك هدول الناس جلدهم رقيق كثير، تجاعيده ناعمه جدا ورخو، يعني حتى اذا بتمسك الجلد وبتشديه بتلاقيه مطاط كثير. فلو منحط بوتوكس، وما فينا نحط كميه كبيره من البوتوكس، نقط صغيره مشان ما يرتخي الجفن، فما بينشد معنا بشكل مزبوط. وقت الجراحه بشكل بسيط بينشال كثير شريحه صغيره تحت العين وبتنشد باتجاه الجفن، كثير بتكون حلوه منيحه. لحسن الحظ انها نادره يعني. طيب هذه بالنسبه للتجاعيد دكتوره نسرين، لها حلول جذريه بتعطي للسيده النتيجه اللي هي بتكون راضيه عنها بشكل كبير. طيب بالنسبه للهالات السوداء، هل وجد الى الان حل جذري بنسبه 100% بحيث انه هي تكون ايضا السيده راضيه، ولا لازلناها بنعالج الشيء وبنرجع نعمل بالفونديشن والاشياء هذه، يعني نعالج بشكل بسيط، ولا ايش؟ لا، حل جذري هيك شغله واحده ونقول خلاص انتهى، لا ما في. مثلا الانخفاضات حول العين، بنحط مواد تعبئه، مرات بنحط دهون ذاتيه،
حسب سماكة مثل ما قلنا الجلد اللي هون وحسب التجويرة، فمرات بتحتاج للدهون الذاتية، مرات التعبئة بتصير منيحة وكافية، ولحسن الحظ نتائجها عم تكون كتير حلوة مريحة. حتى مرات يعني بيكون التجويرة اللي حول العين لو ما عبيتيها حتى مع الميك اب ما بتتغطى، صح، بتضل مضايقة. هاي التعبئة ممكن تحل، وبتطول الفيلر، مادة الفيلر حول العين بتطول أكثر من أي منطقة تانية بالوجه أو بالجسم. أي يعني بتقطع شو ما كان نوع الفيلر السنة ونص برياحة، فبتعطي رياحة منيحة. البوتوكس إذا شد المنطقة بيساعد بالجانب اللي بخص شد الجلد ولمعته مثل ما قلنا، يعكس ضوء منيح. الكريمات بتصير تعمل تجديد للجلد، في انواع من التقشير الخفيف بنسويها مشان التصبغات اللي بتكون سطحيه بالجلد مثل التصبغات اللي بالبشره، كمان بتحسن وضع. في الميزوثيرابي اللي بداخلت له مواد للشوي لتجديد الجلد وتفتيحه، عم تعطي نتائج كثير منيحه. حلو. تستخدموا هذه التقنية لتحت للجفون لتحت العين؟ محيط العين، لأنه أحيانا بتشوفي الهالة راسمة حول العين كله فوق وتحته بالزوايا بالزاويتين، تستخدموا بيكون نتائجه حلوة. فيتامينز مغذية للبشرة، وبنفس الوقت فيها مواد لتجديد الجلد بتلاقي عم تحسن ونتائجه سريعة وحلوة. طيب دكتور نسرين، يعني هنالك العديد مثلا من الفتيات او السيدات اللي عندهم يعني معاناه من الهالات السوداء وبيستخدموا الكونسيلر او خافي العيوب، طبعا من الصباح بيستخدموه الى طبعا قبل النوم لنهايه اليوم، هل ممكن مثل هذا الموضوع او استخدام الكونسيلر ممكن ان يؤدي الى تفاقم الحاله او الهالات السوداء؟ لان بيمنع الاكسجين مثل ما انت عارفه. يعني كل المكياج يفضل انه يتاخذ، للاسف ما في شركات طبيه، في بعض الشركات الطبيه بس قليله جدا اللي بتعمله وبتعمل عليه دراسات بحيث انه ما يؤذي البشره، بس في كثير مواد، المواد الحافظه والمواد الداخله بتركيب المكياج مثل الكريمات التجاريه فعلا مؤذيه للبشره مع الوقت مع المدى الطويل، فيفضل استخدام يعني انواع جيده جدا منه والتقليل من استخدامه قدر الامكان. في كريمات فيها فيتامينز منشان نساعد شوي للناس المضطره، في كريمات فيها فيتامينز مثل A و C و E، تجي كريمات طبيه ممكن تنحط كطبقه اولى وتنحط فوق الكونسيلر او المكياج ايا يكن بالوجه كله، فبيعمل شوي بروتكشن، حمايه من أكثر من يعني بنكون شوي خففنا. يعطيك أكيد ألف عافية دكتورة نسرين حسون، يعني دائما عودتينا تكوني موجودة معنا وتعطينا نصائح مهمة جدا حول جمال وتجميل المرأة والسيدة. شكرا لك. شكرا. الله يعطيكي ألف عافية دكتورة نسرين، وشكرا على النصائح اللي قدمتيها. طبعا مشاهدينا، أم سعد والطبق اللي جهزت لنا هو اليوم بالتأكيد، ولكن بعد هذا الفاصل.